بالنسبه لينا في التمرين الثاني شنو طلبوا منا؟ قالوا لينا غادي نصاوبوا حنا واحد لا فونكسيون اللي كتصاوب بواحد لا ليست عامره ب لي ديفيزور القواسم ديال واحد العدد ان. دونك من هنا غنفهموا بان نديرو ديف لا فونكسيون الا سميتها مثلا اف ا. اف ا هاد لا فونكسيون واش عندها شي بارامتر ولا لا؟ محتاجة شي حاجة نعطيه ليها باش تخدم ولا لا؟ لحساب السؤال محتاجة واحد العدد ان. دونك هي كتاخد لينا واحد العدد ان وخدمتها انها كدير لينا اولا كتلقى لينا لي ديفيزور ديالو كتحطهم في واحد لا ليست. دونك هنا غادي نديرو محتاجة واحد الان بحال هكا وغندخل فالخدمة ديالها اشنا هي؟ قلنا هي بغات تصاوب واحد لا ليست. نديرو اسيدي نقدرو كاع نديكلاريو اون ليست في الاول خاوية ونبداو خدامين. السؤال هنا اللي غادي يطرح هو هاد لا ليست باش تتعمر كتعمر بلي ديفيزور ديال ان. اذا شكون هما لي ديفيزور؟ كي كنديرو نعرفو لي ديفيزور ديال العدد. مثلا ديفيزور ديال الا خديت ديفيزور ديال 8 الا كان عندي ان هي 8 لي ديفيزور ديالو شكون هما؟ 4 و 2 و 1 فوالا 4 بخلاف نفسهم 2 1 و 8 ندخلو حتى هو 8 داخل. دونك هما القواسم. يعني الا عاود خديت مثلا ان هو 15 لي ديفيزور ديالو هما شكون؟ كاين بعدا الواحد 5 و 5 و 1 5 وهو نفسه 3 و 3 تري و 3. اذا هادو هما لي ديفيزور. هكذا الا بقيت كندير امثله غنقدر نستنتج القاعده. اولا كيبان لي بان المجال ديال لي ديفيزور هو دائما من واحد حتى هذاك العدد نفسه. يعني لي ديفيزور محددين ما كيكونوش كبر من العدد، ما يمكنش يكونوا كبر من العدد. لذلك انا نقدر نخدم عليهم بفور اللي فيها رانج حيت مجال محدد. اشنو غادي ندير؟ نقدر نبدا من واحد، بغيتي تبدا حتى من زيرو ماشي مشكل، وتمشي حتى لهذاك لو ان. ان باش يدخل لينا في الحساب غادي نهزو ونديرو حنا ان بلس ا في رانج باش الان يدخل ليا في الحساب. في هذا المجال هذا كاين مجموعة أعداد بحال دابا هنايا من واحد حتى لخمسطاش، كاين الواحد والجوج والتلاتة والربعة والخمسة والستة وحنا غاديين. فحنا ماشي كلهم هادوك دي ديفيزور، غير خاصني ندير نقلب أنا على لي ديفيزور هوم. أنا حسبت المجال ديال لا غوشيغش ديالي، تقلاب غيكون في هذا المجال ما بين واحد وما بين العدد. كيفاش غادي نقلب؟ إف إف أش إف كتاخد هذاك العدد مثلا فاش تلقى ثلاثة باش عرفتيه قاسم، راك انت كتكون درتي 15 قسمتيها على هذاك ثلاثة ولقيتي بانها خرجت لك قسمة مضبوطة. اذا حنا ال 15 مثلا هو لو ان وكنقسموه على هذاك لو اي هو ثلاثة حيت غندوزو عليه كامل، وبغينا القسمة ما يكونش فيها باقي اذا غنخدمو بلو موديلو. دائما كنسى على الموديلو في الكيلو فوالا. الان موديلو اي خاصها تخرج ليا ايغال زيرو باش نقول بان هذاك لو اي راه هو ديفيزور. اذا هو الا كان ديفيزور اش بغيتو انا؟ بغيت ناجوتيه لهاديك لا ليست. انا دابا كنصوب في هاديك لا ليست دونك غندير له أبند، وهاد العملية ستتكرر حتى نكونو سالينا المجال ديالنا كامل. هكذا دابا إلا درنا روتور غادي تروتورنيو الآن حيت هي اللي صوبنا فيها لا ليست. غيبقى ليا فقط دابا العملية تاع لابيل، يعني نجرب أنا هاد لا فونكسيون هادي. مثلا هنايا ندير إكس إيكال إنت إمبوز دوني ان او هو اللي نجرب عليه فرانس لي ديفيزور دو اكس
كيشيهم. شكون هما؟ هما هذاك النتيجه اللي غتعطاني اف اف ا ونحل ومصيفط لها نقول لها سيل فوبلي خدمي لي على هاد الاكس. فوالا نجربوها. اف فور اي ان رانج. فوالا دونك هنايا دوني عدد الى عطينا مثلا 115 فوالا لي ديفيزور ديالو هما 5 1 3 و 15. بيان سور نقدروا نعاودوا الا عطيتها دابا عدد كبير وتشي فاش كتنفعل على ماشين. فوالا 1902 كتعطيني هادو هما لي ديفيزور ديالو. تري بيان.